صباغات زينية فاكوب. صباغة زينية جوهرة زائد ميتالو. هاد الفضاءات اللي كتشوفو هو ستيكو جوهرة بمظهر جديد عصري ميتاليزي بواسطة منتوج ميتالو ستيك. باش نخدمو هاد المنظر ديال ستيكو جوهرة غنحتاجو للصباغة زينية ستيكو جوهرة، ومن الأفضل يكون لون مغلوق، لون أو أكثر من ميتالو ستيك، طالوش إينوكس، طالوش البلاستيك، موس لاندوي. باش نحصلو على هاد الديكور اللي كتشوفو غنستعملو جوهرة لون أسود، ميتالو ستيك ذهبي، ميتالو ستيك خضر. على حائط مجهز بالبريماسيون ولاندوي كنطبقو كوش ديال فينيل فاكونيل مخفف بالماء بشكل كروازي. من بعد 12 ساعة كنطبقو ستيكو جوهرة بواسطة موس لاندوي أو طالوش إينوكس. وقبل ما تنشف كنزخرفوها بطالوش البلاستيك بحركات مختلفة. وللإشارة فهاد الديكور كنستعملو كوش وحدة ديال ستيكو جوهرة. من بعد 12 ساعة كنحكو جوهرة حكة خفيفة وكنستيكيوها بطالوش إينوكس باش نوضحو الزخرفة ديالها. مباشرة كنطبقو عليها ميتالوستيك. في هاد الحالة غنستعملو ميتالوستيك ذهبي في المرحلة الأولى. مباشرة كنطبقو لون تاني من ميتالوستيك. في هاد الحالة غنستعملو ميتالوستيك لون أخضر. وفي الأخير كنحصلو بكل سهولة على هاد النتيجة. ميتالوستيك كيعطي مظهر جديد وأنيق للصباغة الزينية ستيكو جوهرة باش تعطي جمالية للمنازل ديالكم. للإشارة ميتالوستيك متواجد في 7 الألوان وكيتخدم على جميع ديكورات فاكوب. صباغة فاكوب متوفرة عند أغلب محلات العقاقير في جميع ربوع المملكة. إلا احتاجيتو شي منتوج خاص أو ريفيرونس خاص من إحدى المنتوجات طلبوه من عند الموزع ديالكم، وفاكوب غادا تلبي لكم طلب في أقرب وقت بفضل شبكة التوزيع الكبيرة المتواجدة على الصعيد الوطني. وما تنساوش تيليشارجيو لابليكاسيون جديدة ديال فاكوب على هواتفكم النقالة اللي فيها جميع الكتالوجات والمعلومات التقنية.